يا ولد تفضل تفضل. اي هذه اليسار لا تمشين ادخل باليمين. اصدقائي عزوتي حبايبي الله يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه. لو بس ما عرجتوني شويات وكفت اطلق ترى ما جيت. لا 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 ابد، المكان مكانكم، خذوا راحتكم وانبسطوا واستانسوا فلوها. ما شاء الله لابسه خيمه. امانه 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 اعتبروها زي اختكم. سندريلا مشروع حكم ذي ما شاء الله. شو قال زين؟ ما شفت شيء بعد. شوف هسه وشلون الله لا يبارك بالضيت، 5 نجوم. بصراحه يا تريكي ما كنت اتوقع ان المكان حلو ومريح نفسيا. ما شفت الدك صد. يلا نروح. هيا بينا. يلا تفضل تفضل. الله شوفي شوفي الدكه شلون، شوفي محل هذا المنظر كانك في وادي حنيفه. تفضل تفضل تفضلي يا عمري يا عشقي يا كل شيء. تفضلي تفضلي يا حبيبتي. سلام، احلى شاهي لاحلى قلب. لب قلبك يا تركي. وادي حنيفه ذا ولا حديقه الفوطه؟ صديق ليش لابس كذا؟ عامر كلام ايه؟ ما يبقى رجال جوا. وش اللي عيب؟ انت وجهك فاهم غلط، لابس برقع على اساس انك والله متغطي عن زوجتي. يلا برا برا برا. يلا بسرعه يلا برا. شباب شريت اغراض للثلاجه. بيني وبينكم قلت عيب تركي وزوجها يفتحون ثلاجة الاستراحة ويلقونها فاضية. كفو والله، بيض الله وجهك يا ياسر. خاوي الخوي اللي على الناس يغنيك يغنيك قوة وفاء، ما هي قوة وناسة وناسة. اللي على عسر الليالي مدري المواقف المواقف صح يصافيك صافيك. لا شافك ضايق ما صدي عنك براسة. كفو يا ابويا اتحداك. علي الطلاق لا شيل الاغراض. الله الله شوف المنظر ما احلاه، شاهي خضره ووجه حسن. وما شاء الله تبارك الرحمن، ذا الهوى اللي سفسف والزينه. ها ها يلي ما تستحي على وجهك يا قليل الحياه، هذا وش دخل علينا؟ هاي انت ما تستحي، انت بنص مخ انت وجهك ما تشبه حرمتي معي. مالك انت؟ انت قلت تعتبرون زي اختكم. زي اختي يا دلي زي اختي. يا يلا نكتس هيا سعر. كفو يا البطل يا البطل. اي يا البطل. ايش رايك فيني؟ والله قوي قسم لا بطمته. هذا قليل ادب، طردني ليتني محلته طلقته انه يسكن في استراحتنا. تستاهل لانك قليل حياه، وراك تدخل زوجته داخل ها؟